مساء الخير. اللي ما شبع عنب وتين بيشبع من مية تشرين. خلص موسم العنب والتين وبلش موسم الشتاء مع تشرين، والشتاء اللي كتار من الناس ناطرينه ليخلصوا من الجفاف والأمراض ضروري كتير للمزارعين اللي بيعتمد شغلهم عليه، على أمل أنه تكون نسبة الأمطار هالسنة أعلى من السنة الماضية لتزيد الخيرات علينا. بالعودة لطقسنا، خريفة عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، حرارة معتدلة، رطوبة عالية، بحر معتدل الموج، حرارة 126. الليلة طقسنا بلبنان غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات، ومننبهكم أنه درجات الحرارة عم تفرق أكثر من 10 بين النهار والليل خصوصاً بالمناطق الجبلية، لذلك انتبهوا منيح من السقعة ليلاً. ولا بكرة طقسنا غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة وتكون ضباب على المرتفعات، ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 20، على المرتفعات عم بتسجل 17، بالبقعة 8 والأرز 5، وجولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل ببعض المناطق اللبنانية 25 بباب التباني، المدفون 25. ننتقل من بعدها إلى برتق 25، مارون الراس 22، حبوش 22، الزعرور 21. أما الرطوبة فبتتراوح بين 60 و80%، حرارة سطح الماء 26 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و40 كيلومتر بالساعة، ريح عم بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها 21 أقصاها 26، نهار الاثنين تتراوح بين 20 و25، ونهار الثلاثة بين 20 و25 درجة. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. خلينا نبدأ مشوارنا من عمان 21 والقدس 21، ننتقل من بعدها إلى تونس 23، وأخيراً برلين 13. وهذا كان كل شيء. باي.